ماشي، ما هي صورتين بس. بس ده مثلا. طيب بصي يا حبايبي، هي اصلا الدرس ده سهل جدا وفكرته بسيطة. المرة اللي فاتت خدنا الاسماء الخمسة، النهاردة اعراب الفاعل المضارع، وهو فعلا درس سهل. هو بمنتهى البساطة، احنا عندنا اصلا الفعل يا اما ماضي يا اما مضارع يا اما امر. طبعا المضارع هو اللي لسه بيحصل دلوقتي، يعني الزمن بتاعه لسه مستمر. فكان عندي ان احنا مثلا واحنا صغننين او اي قطعة نحو بتجيلنا، ان الفعل المضارع لما كنا بنعربه بنقول عليه فعل مضارع مرفوع او فعل مضارع فقط، ما بحددش بقى حالته الاعرابيه ايه. هو في منتهى البساطه بيقول ان الفعل المضارع ده علشان اكمل اعرابه يا اما بيكون مرفوع او منصوب او حاجه جديده علينا بقى انا بعرفها يعني من اول الدرس ده، مجزوم. والجزم ده بيجي مع الافعال. طيب انا عندي في الفعل المضارع لما بيجي لي في القطعه شرط اساسي ان انا لما هعربه اول حاجه اقول فعل مضارع كده، تمام. انت حددتي او انت حددت زمن الفعل بتاعك ايه، ان هو مضارع لسه بيحصل لحد دلوقتي. بعد كده بقيه الاعراب ان انا هقول ده بقى مرفوع ولا منصوب او مجزوم، الحاجه الجديده اللي احنا لسه بنتعلمها مع بعض. طب نمسك اول حاله، انا هبتدي بالحاله اللي في النص، المنصوب. يعني امتى الفعل المضارع يكون منصوب؟ بمنتهى البساطه لما يجي قبليه اداه من ادوات النصب. يعني كاني بقول كده ان دي عيله مع بعضها، اي واحد من العيله دي يبقى موجود قبل الفعل المضارع، الفعل المضارع وراه يبقى منصوب. فكره سهله قوي. طب ايه العيله دي؟ انا عندي اهم متوضحين عندي أن ولم وكي وحتى ولام التعليل، هم دول العيلة. العيلة دي أدوات نصب الفعل المضارع، أي واحد من دول بيجي قبل الفعل المضارع بيخلي الفعل المضارع اللي وراه منصوب. يعني مثلا هدي مثال، لما أقول يجب عليك أن تذاكر، الفعل تذاكر ده لسه بتذاكر أهو فعل مضارع. طيب يجب عليك أن، جبت أن من أدوات النصب حطيتها قبل الفعل، إذن الفعل عندي بقى فعل مضارع منصوب. طب تذاكر ده مفرد، يعني بتكلم بصيغة المفرد وبكلم واحد بس، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ناخد اللي بعده، لما أقول مثلا لن أذهب إلى النادي، يعني أنا مش هروح النادي مثلا، أنا بدأت الجملة بلن. لن دي أداة من أدوات نصب الفعل المضارع. بعدها قلت إيه؟ لن أذهب. أذهب أنا هنا فعل مضارع بتكلم بيه عن نفسي، فعل مضارع هو إن أنا مش هروح يعني. طب أذهب ده فعل مضارع، أنا لسه أذهب، ده زمن بتاعه. جه قبليه لن يبقى منصوب. طب ايه اللي خلى الفعل المضارع منصوب؟ لان جه قبليه اداه من ادوات النصب اللي هي لن، منصوب وعلامه نصب الفتحه. بعد كده كي، لما اقول مثلا يذاكر الطالب كثيرا كي يتفوق، يعني علشان خاطر يتفوق، عنده هدف معين. طيب انا لما همسك الفعل يتفوق ده فعل مضارع لسه بيحصل، جه قبليه كي اهي، يذاكر الطالب كثيرا كي يتفوق. كي من أدوات النصب تعمل إيه؟ تدخل على الفعل المضارع اللي جاي بعديه تخليه منصوب. فيتفوق عندي فعل مضارع منصوب بأداة النصب كي، هي جت قبله، منصوب وعلامة نصبه الفتح. حتى لما أقول مثلا يذهب الطلاب إلى يذهب الطالب إلى المكتبة حتى يقرأ، أو مثلا إن هو عايز يقرأ، أو حتى يكتسب معلومات جديدة، أو يقرأ الطالب كل يوم حتى يكتسب معلومات جديدة. طب أنا عندي مثلا فعل يكتسب، ده فعل مضارع لسه بيكتسب أهو، جه قبليه حتى، نفس اللي بيعمله إخواته أو العيلة نفسها. هل تعمل إيه؟ تنصب الفعل المضارع وتخليه منصوب وعلامة نصبه الفتح، طول ما هو طبعا مفرد صحيح الآخر مفيش أي مشكلة. طيب لام التعليل بقى، يعني إيه لام التعليل؟ إحنا عندنا سؤال في الدراسات مشهور قوي، يعني اسمه علل، وعلل ده يعني قول السبب. فلما اقول لام التعليل يعني انا هقول السبب، يعني مثلا يصلي المؤمن ليدخل الجنة، يعني انا هنا هقول مثلا يصلي المؤمن مفيش مشكلة. انا بسأل لماذا، هو انت ليه بتصلي ليدخل، او هو ليه بيصلي ليدخل الجنة. يعني ما ينفعش اقول يصلي المؤمن يدخل الجنة، هتلاقوا انها مش متركبة على بعضها. يصلي المؤمن يدخل الجنة افضل ولا يصلي المؤمن ليدخل الجنة؟ طبعا هلاقي ان لام التعليل لام كده انا يعني زودتها في الفعل وصلتها بيها على طول، بينت لي السبب هو ليه المؤمن بيصلي ليدخل الجنة. طيب يدخل اصلا فعل مضارع، جه قبليه لام التعليل، ولام التعليل هنا بتبين السبب، يعني بتبين سبب الفعل اللي بيحصل قبلها. لماذا يصلي المؤمن؟ ليدخل الجنة. لماذا يذاكر الطالب؟ ليتفوق. تمام. يبقى عندي بقى
يدخل الجنة هنا يدخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن هنا لزق فيها أو جه فيها يعني لام التعليل. فهو ده أول فكرة عندي، إمتى الفعل المضارع يبقى منصوب؟ لو جه قبليه أداة من أدوات النصب. كل ما علينا يا سنة ستة إن إحنا بس هنحفظ الأدوات دي، وأي أداة منهم قبل الفعل المضارع يبقى الفعل المضارع وراه منصوب على طول. طيب نيجي بعد كده جزم الفعل المضارع، إمتى الفعل المضارع يكون مجزوم؟ ودي أول حاجة بقى أنتوا تسمعوها. مجزوم يعني ايه؟ يعني جه قبليه أداة جزم. مش لما طيب يكون العيب قبليه لام نعم؟ الأمر، لا لما يكون قبليه لام الأمر أو لام أو لام نهاية. برافو عليك ممتازين. أنا عندي أدوات الجزم التلاتة اللي معايا السنة دي، لام ولام ولام الناهية ولام الأمر. طيب نفس اللي بتعمله أدوات النصب بتعمله أدوات الجزم، بتدخل على الفعل المضارع وتخلي الفعل المضارع ده مجزوم. طيب عندي أول أداة ظريفة أوي لم، ودي بتفيد النفي في الماضي، يعني مثلا لما أقول لم أذهب إلى المدرسة أمس، يعني أنا ما روحتش المدرسة إمبارح. لم أذهب، أذهب فعل مضارع، بس المرة دي ما جاش قبليه بقى أداة نصب، ده جه قبليه أداة جزم، فأقول عليه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. والسكون ده يعني إيه السكون؟ يعني أنا هلاحظ إن أنا لما أقول لم أذهب وقف كده على الباء، هلاقي ان الباب البي حرف البي، لا قلت ولا با ولا بو ولا بي، انا وقفت على الحرف فقط، يعني هو حرف ساكن بالنسبه لي. طيب لن هي، لن هي دي بقى احنا بناخدها من واحنا مثلا في تانية ابتدائي او في ثالثه ابتدائي، ان انا بفرق ايه يعني ايه لن هي. لن هي يعني بطريقه بسيطه قوي شخص بيكلم شخص وبيقول له ما تعملش الحاجه دي، هو هنا مش بيأمره، هو بينهيه عن الفعل ده. يعني مثلا لما يقول لا تتأخر في نومك، يعني ما تنامش متأخر، لا تلعب في الشارع، لا تصاحب الأشرار. طب هو هنا بيعمل إيه؟ شخص بيكلم شخص، يعني في لغة حوار ما بين اتنين، الأولاني أو الشخص الأول بيقول للتاني على حاجة إنه ما يعملهاش، فبيستخدم أداة الجزم ليه؟ لن هي، لن هي. طيب لما أقول مثلا لا تتأخر في نومك، تتأخر ده فعل مضارع، جه قبليه ليه؟ واتاكد انها لن هي ازاي؟ ان انا هلاقي ان الجمله فيها شخص بيكلم شخص بيقول له ما تعملش الحاجه دي. طب لن هي من ادوات الجزم، يبقى هنا مثلا لا تتاخر، تتاخر فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. احنا عندنا في النص السنه دي كان بيقول ايه؟ يا اخي لا تمل بوجهك عني، لا تمل يعني ما تعرضش وشك عني او ما تبعدش وشك، لا تتكبر عليا يعني. اهي ده نهي، شخص بيكلم شخص وبيوجه له رساله بيقول له ما تعملش كده. هنلاقي ان تمل هلاقي حرف اللام عليها سكون في الاخر، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. طيب اخر اداه بقى معايا في ادوات جزم الفعل المضارع، لام الامر. دي لام انا بامر بيها، يعني احنا اللام بتاعت النصب انا بخليها ايه؟ الفعل المضارع منصوب بيه لانها بتبين السبب اللي قبلها، انما لام الامر انا بامر بيها. طب بعمل ايه؟ انا لو حبيت يعني اطلع واحد من الفصل بره مثلا اقول له ايه بمنتهى البساطه؟ اخرج. إيه لو عايز واحد يذاكر اقول له ذاكر، عايز واحد يصلي اقول له صلي كده. طيب انا عايزه اعمر بس بالفعل المضارع، يعني مثلا اقول ايه الفعل المضارع؟ تدخل او يدخل او يصلي او يخرج، عايزه اعمر بيه، هدخل عليه لام الامر واقول ايه مثلا؟ لتخرج حالا. لتخرج انا هنا مش ببين سبب قبلها، ده هنا بامر ان انا عايزاك يلا اخرج. لنصلي الفجر، يعني يلا نصلي الايه؟ الفجر. ممكن اقول يلا صلوا على طول، بس هو بيقول لي ان انت ممكن تؤمر بالفعل المضارع امتى؟ لما دخل عليه لام الامر. طب افرق ازاي ما بينها وبين لام التعليل؟ لام التعليل دايما هتلاقيها بتبين لك سبب حاجه بتحصل قبلها. يعني هنا مثلا يذهب الطفل الى المسجد، انا هسال لماذا؟ ليصلي. ليصلي دي بينت لي السبب، هو ليه بيروح المسجد. لكن لما اجي مره واحده كده لطالب او لطفل واقول له ايه لتصلي الان، لتصلي انا ما بينت السبب حاجه قبلها، انا امرته ان انا عايزاه يصلي، فانا لام الامر بامر بيها، وهلاقيها في معظم الاوقات كده ملهاش علاقه بالجمله اللي قبلها، ما بتبينش سبب حاجه قبلها، هي بتامر على طول، لتصلي، لتذاكر، ليذهب الطلاب الى المدرسه. طيب لام الامر برضو من ادوات جزم الفعل المضارع، هتعمل ايه؟ هتدخل على الفعل المضارع تخليه مجزوم وعلامه جزم السكون.
اخر حاجه بقى، ودي اجمل حاجه في الدرس، امتى الفعل المضارع يكون مرفوع؟ مرفوع بقى بمنتهى البساطه لما اقول لك ايه، يذاكر الطالب الدرس. يذاكر فعل، جه قبليه اداه نصب ما جاش، جه قبليه اداه جزم ما فيش. طالما الفعل المضارع لم يسبق باداه نصب ولا اداه جزم، بقول عليه فعل مضارع مرفوع، وكاني بقول له يا انت يعني فعل مضارع ما حدش جه قبلك ولا نصب ولا جزم، انت بقى اللي مرفوع فيهم. طيب طالما المفرد يعني بتكلم بصيغه المفرد، مرفوع علامه الرفع والضم. يلعب الطفل في الحديقه، يظهر القمر ليلا، يذاكر الطالب دروسه، يشرح المعلم للطلاب، كل دي افعال ما جيش قبلها ولا نصب ولا جزم، يبقى مرفوع علامه رفع الايه، الضم. طيب كده الدرس بالنسبه لي انا خلص، يعني درس سهل وبسيط، مفيش فيه اي حاجه خالص. عايزه بس اوضح لكم الصوره دي ايه. بصوا بقى، تدريبات بسيطه قوي. يبقى انا كل اللي عليا في الدرس ده احفظ ادوات النصب، احفظ ادوات الجزم، وابقى عارفه مين فيهم اللي بينصب الفعل المضارع، مين فيهم بيجزم الفعل المضارع، ما جاش نصب قبل الفعل المضارع اداه نصب وما جاش اداه جزم، يبقى اذا عندي الفعل ده فعل مضارع مرفوع، مش اكتر من كده. لو انا جيت بصيت بقى في اول سؤال عندي، اكمل الاجابه بما بين القوسين، لن اهمل في واجب، لن اهمل في واجب، لن أهمل يعني أنا مش ههمل واجباتي. طيب أهمل ده فعل مضارع، جه قبلي لن من أدوات النصب، يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. على الطالب أن يذاكر دروسه، أهو يذاكر فعل مضارع. طيب منصوب ليه؟ جه قبلي أن من أدوات النصب. أجتهد كي أتفوق، يعني هو بيقول أنا بجتهد، طب ليه؟ عشان أتفوق كي، يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة طبعا جه قبل كي. طيب شوف السؤال اللي بعده، هنا بيقول ايه؟ لا يهمل الفلاح الزرع، لا يغزل الله المجاهدين. شوفوا بقى، في حاجة عندنا اسمها أدوات النفي، يعني لا النهاية ولا النافية. بمعنى ايه؟ لا النهاية زي ما احنا قلنا كده من أدوات جزم الفعل المضارع، فيها شخص بيكلم شخص بيقوله ما تعملش الحاجة دي. انما لما بص في المثال اللي عندي اللي في السؤال بتاع ضع لن مكان لا، لا يهمل الفلاح الزرع، هل لا هنا فيها شخص بيكلم شخص بيقول له ما تعملش الحاجه دي؟ لا خالص، هو هنا بس بيقول بينفي عنه الاهمال، يعني كانه واحد كده واقف من بعيد وبيكلم بيقول ايه، لا يهمل الفلاح الزرع، هو بيقول معلومه فقط، بيقول ان الفلاح مش بيهمل زرعه، لكن ما فيش هنا شخص بيكلم شخص بيقول له لا تهمل، لا تخزل، لا تلعب، لا خالص. المثال اللي بعده كده برضو، لا يخزل الله المجاهدين، دي مجرد معلومة أنا بنفي عن ربنا سبحانه وتعالى إن هو مش بيخزل أو مش بيتخلى عن المجاهدين، يعني هنا ما فيش شخص بيكلم شخص. طب لا دي اللي عندي اسمها إيه؟ لا النافية، بنفي بيها حاجة عن حد معين. طيب هل لا دي النافية بتأثر على الفعل المضارع؟ لا خالص، الفعل المضارع اللي وراها بيفضل مرفوع بالضم عادي، لان دي لا تعتبر من ادوات النصب ولا من ادوات الجزم، اذا يبقى الفعل ده مرفوع. يعني انا عندي يهمل ويخزن، ده فعل مضارع مرفوع بالضمه. ليه؟ لان لا اللي قبلها مش ناهيه، مش شخص بينهي شخص عن حاجه، ده هو مجرد بس اللي بيقول معلومه عنه. طيب الفكره عندي بقى هنا في السؤال ده ايه، لما اقول لا يهمله ايه اخرها اللام عليها ضمه، لما هشيل لا واحط لن، لن من ادوات النصب، فهقول لن يهمل، لازم اللام تبقى عليها فتحه، لان الفعل المضارع كده بقى هيبقى منصوب وعلامه نصبه الفتح، لانه سبق بلن اللي هي من ادوات النصب. مثلا لا يغزل، لا يغزل لو، اللام هنا مضمومه لانه فعل مضارع مرفوع بالضم، اول ما احط لن مكان لا، لن يغزل الله المجاهدين، الله المجاهدين، يغزل اللام عليها فتح لانه منصوب وعلامه نصبه الفتح. طيب السؤال اللي بعده، عين كل فعل مجزوم فيما ياتي واذكر علامه جزمه، ولا تصاعر خدك للناس. طيب ولا تصاعر هنا بيقول ايه؟ هنا كان سيدنا لقمان بينصح ابنه، يعني انا عندي هنا شخص بيكلم شخص وبيقول له ما تعملش الحاجه دي. طيب لا هنا لان هي من ادوات الجزم، تصاعر هلاقي نفسي وقفت على الراء، يبقى فعل مضارع مجزوم علامه جزم السكون. طيب لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، لا تؤخر، هلاقي برضو شخص بيكلم شخص وبيقول له ما تعملش الحاجة دي، لا تؤخر، تؤخر فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. ألم نشرح لك صدرك، نشرح
والاقي نفسي وقفت عند حرف الحاء، فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. طيب شوفوا بقى اللي جاي ده، ليستعن كل منكم بالله. ليستعن هنا فعل مضارع اللي هو يستعين، تمام. طيب دخلت عليه ايه؟ لام الامر من ادوات الجزم، وبامرهم ان هم يستعينوا بالله، ان هم يعني يطلبوا من الله المساعده. فقلت ايه؟ ليستعن هنا بامرهم، دي لام الامر. هلاقي ان هي ما فيش علاقه بيها خالص، يعني ما فيش جمله سبقتها او ما فيش حاجه هي بتوضحها نهائي. يبقى ده فعل مضارع مجزوم علامة جزمه طبعا السكون. هو لما يقول أنا عايز علامة الإعراب أو علامة جزمه، يبقى عايزة بس العلامة الأخيرة اللي هي السكون مش أكتر. بعد كده المثال اللي بعده ظريف جدا، بيقول إيه؟ مر زميلك، يعني أمره مستعملا أو مستخدما لام الأمر مع ضبط آخر الفعل. أنا هنا بلام الأمر بيقول إيه؟ الاشتراك في جماعة الخطابة. أنا عايز أمر زمايلي إن هم يشتركوا في جماعة الخطابة دي. طيب عايز أقول لهم إيه؟ ليشترك كل منكم في جماعة الخطابة. ليشترك، يعني أنا كل اللي بعمله إن أنا بجيب الفعل المضارع اللي هو يشترك وأدخل عليه لام الأمر، ليشترك. طيب الاستيقاظ مبكرا، أهو عايز أنصح زميلي أقول له إنه يصحى بدري، أقول له إيه بقى؟ لتستيقظ مبكرا. بعد كده أن يستثمر وقت فراغه، أقول له إيه؟ لتستثمر وقت فراغك. بس كده كل اللي بعمله إن أنا بحط لام الأمر على الفعل وبأمر بيها. بعد كده الموضوع سهل وبسيط، مثلا هاجي هنا في سؤال 12 بيقول إيه؟ ضع مكان النقط فيما يأتي فعلا مضارعا مجزوما وبين علامة جزمه. هنا في لام الأمر والفقراء، عايز أمر واحد إنه يساعد الفقراء، هقول له إيه؟ لتساعد الفقراء. يعني بجيب الفعل المضارع وادخل عليه لام الامر، لتساعد. طيب لا نقط دروسك، لا تهمل دروسك، ما تهملهاش لا النهايه. لم نقط سفن الفضاء لجميع الكواكب، ممكن اقول لم تصل سفن الفضاء لجميع الكواكب. لنقط كل مجتهد ثمرت جهده، مثلا ممكن اقول ايه؟ ليحصد، يعني ياخد بقى نتيجه ايه؟ جهده. طيب عندي مثلا هنا اخر قطعه، كلنا اخوه في الانسانيه، فعليك أن تحترم غيرك ولا تتأخر عن مساعدته وتصدق على كل ذي حاجة الملهوف، وبهذا يفرح الجميع ويعيش الفقراء سعداء. طيب أنا عايزة مثلا أستخرج هنا فعل مضارع منصوب، هلاقي تحترم، عليك أن تحترم، إيه اللي خلاه منصوب؟ جه قبليه أن. فعل مضارع مجزوم تتأخر لأن جه قبليه لن نهي. بس كده الدرس سهل وبسيط، مفيش أي مشكلة خالص طول ما أنتوا حافظين الأدوات، أنهي يعني مين النصب ومين الجزم، الموضوع هيبقى سهل ومفيش فيه مشكلة خالص. في حد عايز يسأل في أي حاجة أو في معلومة ما وصلتش لحد؟ لا يا مش شكرا. شكرا يا حبيبي. أخرج من واتس